شال مهداه لأريج فرج أنشاري العطوي بمناسبة حصولها على درجة الماجستير تخصص إدارة أعمال تنفيذي. معاليها تخرجت شيخة الغزلان الله يحقق أمانيها أريج بنت الفخر والشان يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها يجعل ربي يهنيها هاتوا لها الدرع والتيجان يا أهل الحفل افخروا فيها أريج لها بالفخر نيشان والغيم صافح أياديها متفوقة والنجاح عنوان والجامعة تفتخر فيها والجامعة تفتخر فيها والجامعة تفتخر فيها نلت الماجستير بالهمة وفي مجال الإدارة جبتيها ومرتبة الشرف ألولا بالجامعة قد خذيتيها أريج نجمة الأكوان اللي يوصف الحلا فيها بالجد والعزم والد قال حلم الشهادة خذتيها مبروك بالورد والريحان والعود الأزرق وكذيها والعود الأزرق وكذيها والعود الأزرق وكذيها يا مهرة حسنها فتان الله من الزين معطيها أخلاقك اللون والمرجان بنت الكفو طيب الجدان شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها شيخ المراجل وراعيها فرج شريع عالي الشان على المعالي مربيها وأمك الورد في البستان بوصفها من يماريها أم عبد الرحمن فخرها زان يا حيها وحي طريها يا حيها وحي طريها يا حيها وحي طريها أريج لك عزوة شجعة أخوانك معروف ماضيها وعيالك أهل الفخر والشان بالطيب دايم مباديها هذا الصقر محزم مليان والسيف علاه مضريها وتستاهل المدح والقيفان وأغلى البيوت ومعانيها ومبروك لك دايم الأزمان مبروك أول وتاليها ومبروك أول وتاليها